عندنا متابعات وعندنا تفاصيل كتير، انما قبل اي حاجه خليني اقول لكم في خضم هذه الحاله اللي بنعيشها من تفاصيل كتير بقت في حياتنا، يمكن اتشغلنا شويه رمضان وكل واحد على حسب الاجواء اللي بيفضلها والتفاصيل اللي بالنا فيها دي. يعني عايز اقول لكم واقول لنفسي خدوا بالكم عشان احنا فرطنا كتير قوي قوي في الحذر اللي كنا واخدين بالنا منه في موضوع فيروس كورونا. الناس اللي بتنزل وعندها اشغالها في الوقت المسموح بيه، ارجوكم اعملوا كل احتياطاتكم الممكنه. ارجوكم مره تانيه خدوا بالكم من نفسكم، لانه الدايره بتقرب كل شويه، وقريب ما بقاش في حد ملوش حد في دايرته ما تصابش، والاعداد بتزيد، واحنا بقى عندنا سنه، بلاش سنه عشان ما يعني احنا عندنا اهمال. الوضع هيبقى صعب قوي، هيبقى صعب لما حد قريب منك مش هتعرف تعمل له حاجه، هتبقى عاجز قصاد انك تعرف تعمل له حاجه، والاكتر من كده كمان هتبقى مستند لنفسك لانك مش عارف تعمل له حاجه، انت مش عارف تبقى قريب منه اصلا. الوضع هيبقى صعب جدا، احسبها بكل المقاييس الممكنه وغير الممكنه. فارجوك حافظ على نفسك وحافظ على اللي حواليك، علشان الموضوع دخل في الجد بجد، دخل في الجد بجد. وبقول لكم ما بقاش في حد ملوش حد في دايرته ما تصابش. ربنا يخفف علينا وطأة الأيام الصعبة اللي احنا بنعيشها، بس الوضع لو انت ما تعاملتش معاه بحذر شديد، انا اسف في التعبير اللي هستخدمه ده بس انا بطبقه على نفسي، مش فكرة بس العجز انك مش قادر تساعد حد قريب منك، فكرة ان انت مش عارف تقرب له، مش عارف حتى كمان تبقى موجود معاه في مستشفى، مش عارف تبقى موجود معاه. شوف انت بقى اللي انت كنت مستجدع نفسك طول الوقت واللي حواليك مستجدعينك، انت مش قادر تعمل حاجة. شوف الموضوع بقى هيوصل بيك لأنهي درجة. الموضوع مش تهريج، والله العظيم موضوع كورونا ده ما بقاش تهريج خالص. فالناس اللي فاكرة ان احنا في اجازة نص السنة والناس اللي فاكرة ان الموضوع هي فتحت بقها عشان تبقوا عارفين. اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا لا خبير ولا بفهم في الحاجات دي ولا انا راجل متخصص، بس بقول لكم بحكم واحد الدايرة بتقرب منه. ودينا قلنا